مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، اليوم غنتكلموا لكم على الطرق السليمة لجني ديال الفاكهة ديال التين بما فيها الباكور والكرموز. معروف باللي جني التين في المرحلة الصحيحة ديال النضج كيستمر في تطوير النكهة والمذاق واللون اللي كيتميز بهم كل صنف، وكذلك في الأسواق في داخل المغرب والخارج كتقلب على الفواكه الجيدة الحجم والملونة والصينة. وهنا لازم نعرفوا باللي عملية الجني ما سهلاش، وكتطلب من المنتج إمكانيات الجني والنقل ويد عاملة مختصة وتصور جيد لتوجيه المنتوج. وقبل الجني لازم نوجدوا ونقي ونقادوا الأرضية ديال البستان، نزولوا الربيع والعواد والخش باش نسهلوا الخدام الجني والتنقال ديال المنتوج والمرور ديال البهيم أو الآليات في ظروف مزيانة. اختيار وتكوين يد العامل المختصة في الجني، بحال كثير من أشجار المثمرة فقلال خدام المعلمين في الجني ديال التين، وتبين باللي يمكن الفلاح يخسر فلوس كثيرة وقت عملية الجني، ولهذا ضروري من تحسيس الجناي على هذه العملية. فبعض العمال ما كيتوفروش على قوة بدنية باش يجنيو بطريقة سليمة، وخاصة في الكروم الكبير وبالخصوص ديال الباكور اللي من ضروري يستهلك طري لأنه فيه كميات ديال الماء كثيرة والقشرة ديالو رهيفة وصعيب في عملية التحويل. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، وسيلة الجني، لازم نستعملوا آليات خاصة لجني الفاكهة وأخرى لجمع المحصول في ظروف كتراعي لحفاظ على جودة المنتوج. وتبين باللي شلالة وصنادق صغار كيصينوا الفاكهة وكيسهلوا الخدمة أحسن من الصاك اللي كيدير أضرار الفاكهة، إلا أنه في ضيعات للأشجار كبيرة فتعلق شلالة والصندوق يكون صعيب ومتعب. وفي الجمع والنقل لازم نستعملوا بالنسبة للباكور والكرموس اللي موجه مباشرة الاستهلاك آليات وصناديق خاصة. استعمال السلاليم، بينت الدراسات الاقتصادية باللي التكاليف ديال الجني بالسلاليم مرتفعة، وفي البساتين الاستعمال ديالها ضروري لازم تكون شجرة مزبورة مزيان ونخليه في تحات السلوم ونثبتوا السلوم في المكان المناسب مزيان بحيث يمكن وصله ونجنيو طرف كبير بلا ما نغيروا البلاصة، ونحاولوا ندبروا على سلالم خفيفة وصلبة وما عاليهش بزاف، ونصحوا العامل باش يلبس أحذية وملابس مريحة وكتماشى مع ظروف العمل والطقس. تقنيات الجني، لازم نتعاملوا مع الغلة ديال الباكور والكرموس بحال البيض، وما تسمحش أخي الفلاح الخدام ينتف الغلة من شجرة لأنه كيضرها وكيطيحها فوق الأرض وكيتسبب في الخسارة وفي نقص الجودة. وواحدة من أسهل تقنيات الجني هي طريقة الدوران، فيها كنقبطوا الغلة مزيان وكندوروها بشوية على البلاصة منين معلقة، وملي كتكون الفاكهة نجات عادة ما كيتحيد الساق ديالها بلا صعوبة وبلا ما نطيحوا الفاكهة الأخرى. والفلاح الجيد ما كيطلبش من الخدام يديروا حوايج اللي هو ما كيعرفهاش، لازم يعلمهم كيفاش يتعاملوا مع الفاكهة ديال الباكور والكرموس وكيفاش يقوموا بالمهمة بشكل صحيح وكفاءة عالية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، تقنيات فرز الغلة، الفلاح الموقد ما كيفرش الفاكهة وهي في الشلالة أو في الصندوق، كيعلم الخدام يجني فقط الفاكهة اللي ناضجة واللي موجهة للسوق، وإلا كانت الغلة بحاجة لفرز نديروه بخدامة خاصين في المكان الخاص بحيث كيفرغوا الجناية الشلالة وصنادق صغار ديال الجني بعناية في مكان الفرز، وكينشروا الفاكهة على طبقة واحدة اللي كيسهل عملية الفرز بلا ما نضروا بالفاكهة. وفي الفرز كنستفوا الفاكهة على حساب الاستعمال ديالها سواء للسوق ديال الاستهلاك المباشر أو للتخزين أو للتحويل أو للتصنيع والاستعمالات أخرى. وفي الأخير، أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فبالنسبة للنقل بين البستان والسوق أو مكان التخزين والتحوال، فأحسن طريقة باش نتفادى ونقصوا من جراحة ديال الفاكهة هي نستخدموا الشلالات أو الصناديق الخاصة بجمع المنتوج داخل الضيعة، ومن الأحسن قريب من الجناية بحيث يمكن نستعملوا البهيمة في مناطق الجبلية الصعبة والشاريو في مناطق السهلة، ومن اللي كتعمر لازم نقلها بلطف، ومنحيدوا صناديق الشلالات غير ملي نوصلوا للسوق أو المستودع أو مكان التخزين أو التحويل. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.